السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الموديول بتاعنا على السنيفرز اند الفيشنج. وات از سنيفرز؟ المقصود بالسنيفر هي عملية كابتشر للداتا في الانترنال نتورك، بمعنى ان حضرتك وانت في الانترنال نتورك بتحاول تحصل على كل الداتا اللي ماشية في الانترنال نتورك عشان منها توصل لبيانات سرية، من اهمها بتكون اليوزر نيم والباسورد. هنلاقي عندنا السنيفنج بينقسم نوعين، عندي باسيف سنيفنج وعندي اكتيف سنيفنج. الباسيف سنيفنج ده التكنيك اللي بنشتغل مع الهاب ديفايس، اما الاكتيف سنيفنج ده التكنيك اللي بيشتغل مع السويتش. طب هو ايه الفرق ما بين الهاب والسويتش؟ في الهاب لما جهاز A يحب يبعت داتا لجهاز B، زي ما احنا شايفين كده الداتا بتروح لكل الاجهزة اللي متصلة على الهاب، وبيعمل مقارنة بالديستنيشن ماك ادرس اللي في الباكت بالماك ادرس اللي في الكلاينت. لو الماك ادرس متساوي يبقى هي دي الداتا بتاعت الجهاز ده، لو الماك ادرس مختلف فالجهاز بيعمل دروب للباكت وما بيستقبلش الداتا دي. اما في السويتش بيبقى عندي تيبل بنسميه الكام تيبل. الكام تيبل ده بيحتوي على كل الماك ادرس بتاعت الاجهزة اللي متصلة على السويتش والانترفيس اللي متصلة من خلاله. فلما جهاز A يحب يبعت داتا لجهاز B بيبعت له دايركت، زي ما احنا شايفين كده الداتا ما بتروحش ولا على جهاز C ولا على جهاز D. مع الهب بستخدم الباسيف سنيفنج، والتكنيك ده ان انا بسمح لجهاز الهاكر بدل ما يعمل دروب للباكت، لا ان هو يستقبل الباكت، وكده انا وصلت للباكت وحصلت على الداتا اللي في الانترنال نتورك. اما مع السويتش بنستخدم الاكتيف سنيفنج، والاكتيف سنيفنج بيتمثل في بعض التكنيكس زي الارب بويزنج، الدي اتش سي بي ستار فيجن، الماك فلود، وات ايفر. عندنا بعض التكنيكس هنشوفها ازاي اقدر من خلالها اوصل للداتا اللي في الانترنال نتورك عن طريق الاكتيف سنيفنج. في اختلافات كتير جدا ما بين الهاب والسويتش احنا مش هنذكرها في الكورس ده، لان هي ليها كورسات بتشرح الجزء ده زي السي سي ان اي او الان بلس. احنا ذكرنا الجزء اللي يخصنا، هنشوف احنا شغالين مجموعة من التكنيكس اللي بتشتغل على الاكتيف سنيفنج، لان الهب خلاص ما بقاش موجود في السوق، انقرض على ما اعتقد، مش موجود فعلا، لكن اللي موجود في السوق دلوقتي هو عبارة عن السويتش. واحنا هنشوف في الكورس بتاعنا ازاي بقدر استخدم الاكتيف سنيفنج في عملية الحصول على الداتا، ومن اهمها بتكون اليوزر نيم والباسورد. Understand ARP Poisoning. والارب هي اختصار Address Resolution Protocol، وهو البروتوكول المسؤول عن عملية ربط الاي بيز بالماك ادرس، بمعنى ان الراوترز بتشتغل لاير 3 فبتفهم اي بيز، اما السويتش بتشتغل لاير 2 فبتفهم ماك ادرس. انا عايز حاجه تربط ما بين الاي بي ده والماك ادرس بتاعه. هقول لحضرتك كل ماشين بتحتوي على ارب تيبل بيبقى فيه متسجل الاي بي والماك ادرس بتاعه. لو رحنا كده شفنا الماشين دي مثلا ورحنا على السي ام دي قلت له ارب داش ايه، هلاقي عندي ده الاي بي بتاع الجيت واي وده الماك ادرس بتاعه. اوكي كده. الارب بويزنج بقى هي عملية تلويث للارب كاش اللي موجود في الماشين ده، بحيث ان انا هخلي الاي بي بتاع الراوتر اللي هو الجيت واي بتاع الكلاينت مش هيبقى الماك ادرس ده، هيبقى الماك ادرس بتاعي. والتكنيك ده بنقدر نقوم بيه عن طريق حاجة اسمها الارب سبوفنج. والارب سبوفنج زي ما احنا قلنا انا هقدر اغير الماك ادرس بتاع الراوتر، بدل ما يكون الماك ادرس بتاع الراوتر هيكون الماك ادرس بتاع الجهاز بتاعي. ازاي اقوم بالموضوع ده؟ اقول لحضرتك عندنا تولز اسمها ارب سبوف في الباك تراك. داش اي واحط له اسم الانترفيس بتاعي اجيبه منين؟ هقول لحضرتك اف كونفج اي تي اتش 1 داش تي، واحط الاي بي بتاع التارجت اللي هي الماشين اللي عايز اعمل فيها الارب بويزنج. متاكد من الاي بي بتاعه. اوكي. وبعد كده نحط الاي بي بتاع الراوتر.
لو رحت على الماشين كده وقلت له ارب داش ايه تاني، زي ما احنا شايفين الماك ادرس اتغير، ده كان الماك ادرس بتاع الراوتر، بقى الماك ادرس بتاعي. اوكي كده انا كده عملت ارب بويزنج عن طريق الارب سبوف، وهنستخدم التكنيك ده في المان ان ذا ميدل زي ما هنشوف. بس انا كده عملت ارب بويزنج للماشين بتاعتي. يلا بينا بقى نشوف ازاي بيتم تكنيك مان ان ذا ميدل اتاك. والمان ان ذا ميدل اتاك ده تكنيك بنقدر نقوم بيه باكتر من طريقه. فكره عمله زي اسمه بالظبط، الراجل اللي في النص، حضرتك بتحاول تغير مسار الداتا من اليوزر للسيرفر، بتخلي الداتا تمشي من اليوزر لحضرتك ومن حضرتك للسيرفر عشان تقدر توصل للبيانات اللي انت عايزها. هقول لحضرتك المان ان ذا ميدل نقدر نعمله في اكتر من وضع، ممكن يتعمل في الانترنال نتورك وممكن يتعمل في الاكسترنال نتورك. في الانترنال نتورك في معظم الاحيان بيتعمل عن طريق الارب بويزنج، بقدر ان انا اعمل ارب بويزنج زي ما شفنا كده، بعمل ارب سبوف، بخلي الجيت واي اللي في عند الكلاينت الماك ادرس هو الجهاز بتاعي انا، وانا بعمل عندي حاجه اسمها اي بي فورورد، وبقدر ان انا امرر الداتا من خلالي. فاليوزر لما يجي يخش على اي ويب سايت الداتا بتمشي من خلالي، وانا بكون زي الراوتر لليوزر فببعت الداتا للانترنت. فاي داتا هيكتبها اليوزر ده اذا كانت يوزر نيم وباسورد بتاعت اكاونت فيسبوك او ايميلز او اي حاجه هتوصل لي بمنتهى البساطه. الحاله دي لو انا في الانترنال نتورك، اما لو في الاكسترنال نتورك بيتم عمل المان ان ذا ميدل اتاك عن طريق الفيشر سايتس. بتقدر ان انت تعمل فيك ويب سايت بتخلي اليوزر يخش عليه عندك وانت بتكون بتمرر الداتا للاوريجينال ويب سايت. في الحاله دي اي داتا هيكتبها اليوزر من يوزر نيم وباسورد هتوصلك، او عن طريق الفري بروكسيز بتبقى في معظم الاحيان بيستخدموها في عمليات السنيفنج، لان اي داتا انت بتكتبها وانت على فري بروكسيز بتقدر شركه البروكسي ان هي تحصل عليها اذا كانت اي يوزر نيم وباسورد. احنا هنشوف في اللاب بتاعنا ازاي نقدر نعمل المان ان ذا ميدل اتاك في الانترنال نتورك باكتر من طريقه. عندنا بعض التولز بنقدر نستخدمها في عملية المان ان ذا ميدل، عندنا الايتر كاب، عندنا الدي سنيف، عندنا الكين، عندنا تولز كتير، هنستخدم الارب سبوف تولز، هنشوف بعض التولز. بس التولز هي مش مهمة اكتر ما هو مهم تفهم التكنيك بيتم ازاي. لو شفنا كده ازاي هنقدر نعمل التكنيك ده عن طريق الباك تراك، هقول لحضرتك اول حاجة انت الهاكر هنا وده الكلاينت عايز ياكسس الويب سيرفر عشان يخش على ويب سايت معين. اول حاجه حضرتك هتفتح على الماشين بتاعتك الاي بي فورورد، هي باي ديفولت بتبقى ديسيبل، فانت هتقول له ايكو 1 بروكسيس نت اي بي فيرجن 4 اي بي فورورد. انا بختار هنا 1 عشان اعمل انيبل الاي بي فورورد عشان اقدر ان انا امرر الداتا من خلالي للويب سايت اللي هو الاوريجينال على الانترنت. وبعد كده ببتدي اعمل ارب بويزنج في النتورك عشان اخلي الماك ادرس بتاع الراوتر يبقى الجهاز بتاعي انا عشان السويتش يجيب لي الداتا، وانا فتحت الاي بي فورورد فهقدر ان انا امرر الداتا للانترنت. وبعد كده بفوض التولز اللي اسمها ايتر كاب ان هي تعرض لي البيانات. انا ممكن استغنى في المرحله دي عن الايتر كاب واشتغل بالواير شارك، بس الموضوع هيبقى محتاج شويه اكسبيرينس عشان تقدر تطلع الداتا من الواير شارك. اما انا ممكن افوض الايتر كاب ان هي تبتدي تعرض لي الداتا اللي هيوصل لها الجهاز في عملية السنيفنج. هقول لحضرتك عشان التكنيك ده ابتدوا يخترعوا لنا حاجة اسمها SSL Encryption، ابتدوا يجنريتوا سيرتيفيكيت ويسكيروا بيها السايتس، بحيث لما يبقى اليوزر بيأكسس الويب سايتس وفي مان ان ذا ميدل اتاك، في الحالة دي الداتا اللي هتوصل لك هتكون مشفرة، مش هتقدر توصل لليوزر نيم والباسورد. ظهرت عندنا تولز اسمها SSL Strip، وال SSL Strip بتقدر تتعامل مع السيرتيفيكيت، في بعض الحالات بتقدر تفك فيها السيرتيفيكيت، وفي بعض الحالات التانية بتوقف السيرتيفيكيت وتخلي الترافيك يمشي HTTP عشان نقدر نوصل يوزر نيم والباسورد. هقول لحضرتك عشان تفعل الجزء ده هنضطر نعمل شوية خطوات زيادة على الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. ان انا ابتدي اطوع الايتر كاب ان هي تفهم الايديتنج اللي بيتم في الاي بي تيبل. طب هو ايه الايديتنج اللي بيتم في الاي بي تيبل؟ هقول لحضرتك ما انا عايز اقول في الاي بي تيبل بتاع الماشين بتاعتي ان اي ترافيك هيجي على بورت 80 يعمل له ريدايركت على بورت 10000 عشان اس اس ال ستريب بتشتغل باي ديفولت على بورت ال 10000. اما لو انا عملت اديت لاي بورت تاني هختار في التولز بتاعت الاس اس ال ستريب داش ال واكتب البورت اللي انا هحدده هنا، اما عشان انا شغال على الديفولت فمش هحدده هنا.
فانا بطوع الايتر كاب ان هي تقدر تفهم الاي بي تيبل اللي انا عملته، وبعد كده بشغل اس اس ال ستريب عشان تقدر ان هي تفهم الداتا اللي معمول لها انكريبشن بالسيرتيفيكيت وتظهرها لي يعرضها الايتر كاب. اوكي كده التكنيك بسيط سهل، هنشوفه باكتر من طريقه. هنبتدي الاول نجرب الطريقه دي، ان انا اعمل اي بي فورورد وبعد كده اعمل ارب بايزنج في النتورك واشغل الايتر كاب عشان تظهر لي النتائج، وبعد كده هاديت في الايتر كاب عشان تقدر تفهم الاي بي تيبل، وبعد كده سيتنجز الاي بي تيبل بتاعتي بحيث انها تعمل ريدايركت اي داتا هتيجي على بورت 80 تروح لبورت 10000، واشغل اس اس ال ستريب بتاعتي ونجرب كده ونشوف ايه اللي هنوصل له. هنروح لنسخه الباك تراك بتاعتنا. اول حاجه افعل الاي بي فورورد فاقول ايكو 1 عشان اعمل لها انيبل اكبر من proc sys net ib version 4 ib underscore forward. تاني حاجة ابتدي ان انا اعمل arp poising في النتورك، هقول arp spoof dash i احط الانترفيس بتاعي dash t واحط التارجت بتاعي اللي ممكن اكون جايبه من عملية السكاننج، وبعد كده احط الاي بي بتاع الجيت واي بتاعي اللي هو بتاع الراوتر. هقول لحضرتك في الحاله دي احنا ممكن نشغل الايتر كاب وهعمل سنيفنج لاي ويب سايت هيشتغل على الاتش تي تي بي والداتا هتتبعت كلير تكست. اما معظم الويب سايتس دلوقتي شغالين اتش تي بي اس، فاحنا عايزين نحط السيتنجز بتاعت الاس اس ال انكريبشن عشان اقدر ان انا اقرا الداتا منها. فقول لحضرتك اول حاجة ان احنا نإيديت في الاي بي تيبل، نقول ان اي ترافيك هيجي على بورت 80 تعمله ريدايركشن على بورت 10000. تاني حاجة نفهم الايتر كاب الايديت اللي هيحصل في الاي بي تيبل. هقول لحضرتك تروح تدور على ملف اسمه ايتر دوت كونف، فنقول له لوكيت ايتر دوت كونف، هو ده الباس بتاعه. هشغل اي برنامج اقدر اديت بيه في الفايل ده زي كيت مثلا او جي اديت او نانو وات ايفر. هاجي في الجزء بتاع ريدايركت في جزء اللينكس، هلاقي هنا في علامتين هاش هلاقيها كده باي ديفولت، احنا هنشيل العلامتين دولت عشان افعل الايديتنج اللي هيحصل في الاي بي تيبل، وبعد كده تعمل سيف. بعد كده تقفل الفايل بتاعك. اخر حاجه نشغل الاس اس ال ستريب تولز، هي مكانها موجود في البين تيست ويب اس اس ال ستريب. هبتدي اشغلها اقول له بايثون اس اس ال ستريب دوت بي واي داش اي. لو انا كنت مغير البورت في الاي بي تيبل فاقول داش ال واكتب البورت اللي انا عايزه، انا طبعا سايبه على الديفولت بورت اللي هو ال 10000. اوكي كده هبتدي بقى اروح اشغل الايتر كاب تولز بتاعتي بحيث ان هو يعرض لي النتائج، فهقول له ايتر كاب داش تي عشان اشتغل في وضع الكوماند، داش كيو عشان ما يظهرليش كل حاجة يظهر لي اليوزر نيم وباسورد بس، داش اي واحط له الانترفيس بتاعي. اوكي كاتبين الانترفيس غلط. اوكي كده نروح نتيست. نجرب ياهو الاول. نكتب اي يوزر نيم زي ما احنا شايفين، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد.
نشوف كده الفيسبوك. طبعا هو شايف ان السيرتيفيكيت مش مظبوطة قوي، ادي اليوزر نيم وادي الباسورد زي ما احنا شايفين كده. نقدر نقوم بنفس التكنيك ده بس بشكل تاني. هنروح اول حاجة نشغل اي بي فورورد زي ما احنا اتعلمنا، تاني حاجة ايديت في الاي بي تيبل، تالت حاجة هنعمل السيتنجز بتاعت الايتر كاب. اوكي كده احنا عملناها المرة اللي فاتت. هروح اشتغل على الايتر كاب بس في وضعية الجي يو اي، فهقول له ايتر كاب داش جي كابيتال. نروح نشغل اس اس ال ستريب الاول قبل ما نبتدي نشغل الايتر كاب، لان الايتر كاب هي اللي هتعمل لنا في الحاله دي الارب بويزنج، وهي اللي هتظهر الداتا هنا في الجزء ده. بس اروح اشغل اس اس ال ستريب زي ما قلنا في بين تيست ويب اس اس ال ستريب. بايثون اس اس ال ستريب دوت بي واي داش اي. هاجي هنا في الايتر كاب هقول له سنيف يونيفايد سنيفنج، هختار الانترفيس بتاعي اوكي. هاجي في هوست هقول له سكان فور هوست، وبعد كده اقول له كده وريني الهوست هوست ليست. باي ديفولت هو هيحطهم في التارجت، اما لو انا عايز احدد تارجت معين فهبتدي اقول له اوكي ممكن احدد ده التارجت بتاعي. اوكي كده لو عايز تارجت 2 بحدده. باجي في المان ان ذا ميدل للام اي تي ام هقول له ارب بويزنج، واقول له قول لي بويزنج وان واي، واجي بعد كده اقول له هنا ستارت سنيفنج. هروح اجرب زي ما احنا شايفين هنا كده، ده اليوزر نيم وادي الباسورد واحنا عاملين لوجن على ياهو، ونفس المواقع لما تجرب مفيش مشكلة هتلاقي نفس النتائج. عندنا تولز رائعة جدا اسمها ياماس، هي عبارة عن سكريبت تعمل كل حاجة، هي اللي بتشغل الاي بي فورورد، هي اللي بتأدت في الاي بي تيبل، هي اللي بتشغل اس اس ال ستريب، هي اللي بتظهر لي النتائج، هي اللي بتعمل ارب بويزنج، هي بتعمل كل حاجة. تقدر تعمل لها داونلود من على الويب سايت اللي اسمه كوميكس دوت اف ار. اهم حاجة لازم تراعيها ان الفيرجن اللي بيشتغل على باك تراك 5 غير الفيرجن اللي بيشتغل على كيلي لينكس. الفرق في الباص بتاع الاس اس ال ستريب تولز، احنا في اللاب بتاعنا هنشتغل على كيلي لينكس، وكل التكنيك اللي احنا طبقناها على الباك تراك 5 ار 3 تتطبق على الكيلي لينكس ما فيهاش اي اختلاف. هروح على الباس بتاع السكريبت بتاعي اللي هو ياماس، انا حاطه على الهوم، هبتدي اقول له ياماس دوت اس اتش وادوس انتر. اول مره هيسالك يقول لك انت عايز تعمل لها انستول ولا لا، هتقول له يس، هدوس حرف الواي عشان تقول له يس. اوكي كده هيعمل لها انستول والملف ده هيختفي. بعد كده تيجي من اي مكان، طبعا تفتح باش تيرمينال وتقول له يا ماس، بيعمل لك راننج على طول ليها. عمل
كلين لاي ايديت كانت موجوده في الاي بي تيبل، وشغل الاي بي فورورد وابتدى يعمل كونفيجريشن للاي بي تيبل زي ما احنا هنقوله في السيتنجز. طيب بيقول لي انت عايز الداتا اللي هتيجي اعمل لك لها ريدايركشن على بورت كام؟ باي ديفولت انا هشتغل على 8080. لو عايز تغير اكتب البورت، لو عايز تشتغل على الديفولت دوس انتر على طول. فانا هدوس على انتر على طول. طب الداتا اللي جايه لك على بورت كام؟ هو باي ديفولت على بورت 80. لو عايز تغير اكتب، لو عايز تسيبها باي ديفولت دوس انتر على طول. انا هدوس انتر. قول لي الاوت بوت اللي هيبقى فيها الكريدنشلز اللي انا هظهرها لك اسيفها لك باسم ايه؟ هقول له سيفها يا ماس سنيف. ابتدى يقول لي ان هي هتلاقيها في الموجوده في الباص ده دوت تكست. طبعا ابتدى يقول لي ان انا هعمل بقى ارب بويزنج. انا شفت ان الجيت واي بتاعك هو ده، عايز تشتغل بيه دوس انتر. عايز تايدت تكتب اي جيت واي تاني اكتبه، انا هشتغل بده. انا لقيت الانترفيس بتاعك هو ده، اوكي. هيبتدي ان هو يحدد التارجت باي ديفولت السبنت بتاعك. لو عايز تغير اكتب اللي انت عايزه، لا انتر. زي ما احنا شايفين كده ده الارب سبوف، وهنا الجزء اللي هيظهر لي فيه الكريدنشال، وظهر لي هنا شويه اوبشنز لو انا عايز اختار منهم. على سبيل المثال اقول له ريسكان نتورك، قول لي الاي بيز اللي موجوده. دي التارجت اللي موجوده. هبتدي اقول له اد ا تارجت، حط الاي بي بتاعه. اوكي كده نروح نجرب بقى. اكتب اليوزر نيم وادي الباسورد. زي ما احنا شايفين ادي اليوزر نيم وادي الباسورد. ونقدر نقوم بعمليه المان ان ذا ميدل اتاك في بيئه الويندوز عن طريق تولز اسمها كين اند ايبل. التولز دي كنا اتعاملنا معاها قبل كده في عملية الكراكنج باسورد، هنتعامل معاها دلوقتي في المان ان ذا ميدل اتاك. هنروح كده لجهاز الهاكر، هنعمل سيت اب لكين، تنزل معاها تولز اسمها وين كاب. اروح اشغل التولز بتاعتي. اول حاجة اسلكت كارت النتورك اللي من خلاله هيعمل ارب بويزنج عشان يقدر يسنف الداتا. هروح على كونفيجر واحدد كارت النتورك بتاعي، ابتدي افعل عمليه السنيف والسبوفنج. هروح على السنيفر على هوستس هنا كده، اقول له اد، هيعمل سكان على السبنت بتاعي ولا احدد له سبنت معين؟ اقول له لا في نفس السبنت بتاعي. ابتدى يجيب لي الاجهزه اللي معايا في النتورك. هبتدي اروح على الارب عشان اعمل ارب بويزنج. هاجي هنا كده لازم اسلكت عشان تفتح معايا الاد، وادوس اد، اختار الجيت واي بتاعي. يعني اروح كده على كارت النتورك اشوف الراوتر بتاعي، اختار واختار من خلاله التارجت. ممكن طبعا اسلكت على اكتر من واحد لو عايز. هيبتدي يعمل ارب بويزنج لسه لحد دلوقتي ايدل. تمام كده ابتدى يعمل بويزنج. نروح نجرب.
انا بالنسبه لي ما بفضلش كين، بحس ان هي ضعيفه، الباك تراك اقوى منها بكتير بالذات مع الاتش تي بي اس. نكتب اي حاجه، زي ما احنا شايفين هنا كده، عشان السيرتيفيكيت مش مظبوطة. نروح كده على جزء الباسورد، هلاقي عندي في ال HTTP ادي اليوزر نيم وادي الباسورد. طبعا بتقدر تعمل سنيف لل FTP للبوب 3 للاس ام بي تيل نت في ان سي واتيفر، بتبتدي ان هي تستخلص الداتا اللي هي عايزاها من الترافيك اللي جاي لها في النتورك عن طريق تكنيكال ارب بويزنج، بتبتدي تحطها لك في الجزء بتاعها. اوكي كده. اندرستاند ماك فلودنج. والماك فلودنج هي طريقه من الطرق اللي بقدر اعمل بيها اكتيف سنيفنج. فكره عمل الماك فلودنج زي ما قلنا، الفرق الجوهري ما بين الهاب والسويتش ان السويتش بيحتوي على تيبل بنسميه الكام تيبل. التيبل ده بيبقى موجود فيه الماك ادرس بتاع الديستنيشن، ونفترض هنا مثلا جهاز A بي سي A موجود على بورت 2 وبي سي بي موجود على بورت 3 والاتاكر موجود على بورت 1، بحيث لما جهاز بي يحب يبعت داتا لجهاز سي هيبعت له دايركت لان هو عارف على اني انترفيس، صح كده؟ فكرة عمل بقى الماك فلودنج ان انا بحاول املى الكام تيبل ده براندوم ماك ادرس، بحيث ان السويتش لما الكام تيبل فيه يتملي يبقى فول، هيبتدي يشتغل زي الهب، هيبتدي يبعت الداتا لكل الناس. يبقى انا كده حصلت على الداتا واقدر اعمل لها سنيفنج. التكنيك ده ما اقدرش اوعدك انه هيشتغل معاك كويس لان الهاردوير بتاع السويتش كلها بقت عالية دلوقتي، لكن هو من الاكتيف سنيفنج هنقدر نشوف بيتم ازاي، لكن مش هنقدر نتست. عندنا تولز اسمها ام اي كوف. لو رحنا كده على كيلي لينكس او الباك تراك واتيفر، هبتدي اقول له ام سي ام اي كوف داش اي، واقول له الانترفيس بتاعي اي تي اتش 0. زي ما احنا شايفين بيبتدي يعمل راندوم ماك ادرس، ويبتدي ان هو يحاول يسجلها في الكام تيبل اللي في السويتش عشان السويتش يهنج ويشتغل زي الهب. وفي الحالة دي لو انا شغلت الواير شارك او الايتر كاب اقدر من خلالها احصل على كل الترافيك اللي هتمر من خلالي. اوكي كده.